Terima <small> kasih telah menonton! عليكم نقدم لكم, لكم نفسي كركوب عبد الرحيم العمر ديالي خمسين سنة تقريبا كان مارس هاد المهنة هادي واحد حوالي ستة وثلاثين سنة باش كان مارس هاد المهنة هادا تقريبا انا في عمري خمستاشر عام ولا هادي بديت في هاد في الدومين كبرنا في هاد الحرفة تعلمت عند الاخ ديالي الله يخليه ليا في هاد المناسبة هو اللي تعلمت عندو الحرفة كنت ندير البرشمان جلبة ديال البرشمان بديت بها بشوية بشوية عاود تعلمت من الاخ ديالي الاخر كان عنده هادشي ديال النساء ديال هادشي ديال التكاشط والجلال وكذا ولا هذا تعلمت معاه في الحرفه دوز معاه تقريبا واحد اربعة سنين ولا خمسه مشيت لكازا انا كبرت في كازا تعلمت في كازا تما وخدمت خدمت مع المعلم ديالي واحد ديال. المعلم تيقول لي مبارك العروسي الله يذكره بخير ولا الله يرحمه راه هادشي اللي كنعاود ديك راه في في الثمانينات في الاوائل ديال الثمانينات خدمت معاه مده واحد ستة شهور ولا سبعه خرجت درت المحل ديالي بوحدي درت المحل ديالي وانا صغير في كازا تقريبا عندي 18 عام في عمري انا درت المحل, المحل في الدار ثم تعلمت تعلم درت المحل الاول في باب مراكش المحل التالي في الولفة ونشأت الاقدار انا نجي هنا في تقريبا في تس... 91 92 رجعت لاسفي وكتاب الخبز هنا في, في المدينه ديال اسفي درت المحل ديالي اولا بديت بمدرسه ديال موديليست انا واحد السيده في شارع كينيدي ومن بعد شديت المحل ديالي في ربعة وتسعين درت المحل في حي أنس وخدمنا فيه الحمد لله درنا كليان وتعرفنا على الناس درنا الوليدات والحمد لله هاد الحرفة كبرنا بها وليداتنا وعشنا بها ودرنا بها السكنة ولله الحمد الحمد لله ونشكره، هي هي المقارنة ديال السنين اللي دازت في هذيك الفترة اللي تنعاود ديك ماشي هي ديال دابا في هذيك الوقت كانت الصناعة عندها واحد كان صناعي عنده واحد القيمة وبالخصوص الصناعة ديال الصناعية ديال اليد حنا كندوي على الصناعيات اليد الاصليين لي ديال ديال الحرفه هما اللي ودابا حاليا قاربه ما بقاوش هذوك الصناعيه قليل وقليل اللي بقى كثير من الصناعيه الاولين كاينين دابا الدراري ديال هذا الوقت ديال دابا زمن السرعه ولا هذه كلشي ولا كيتعطى الماكينه خدمه الماكينه ماشي هي خدمه اليد انا اليد عندها واحد القيمه ديالها وعندها واحد كنا ديك الساعات كانوا تيجيو عندنا كليان كليان كتعطي البياسه تي تيشرفك تيعطيك واحد القيمه وتيطلب منك السماحه تي تيحترمك اكثر من نفسه هو دابا الصناعيه مساكن الاولين كلهم قليل وقليل من الصناعيه اللي بقاو دابا معدودين على رؤوس الاصابع في اسفي اللي اللي بقاو والحمد لله دابا كل واحد كل جيل والوقت ديالو وكل وقت الوقت ديالها والحمد لله دابا صنع الله لك الحمد عشنا بها وكبرنا بها وليداتنا ولله الحمد واخا نقصات ماشي بقات كيف ما كانت في الاول غير هو انا في هاد بهاد المناسبه كنوجه واحد النداء للدوله باش يديروا شي شي تسهيلات مع مع الصناعيه باش يعطوهم في هادشي ديال التغطيه الصحيه ولا هذا يديروا معاهم واحد المساهمه ان الصناعيه مساكن في كيف كيوقف كي الصناعي كيف كيتحدى كي الرزق ديالو يعني راه هو واحد خدام راه عنده رزقه وقفرة صافرة ما حدو تيوقف ما صافي راه ما كاينش اللي غيدخل عليه هذا والحمد لله دابا الصنعه ولله الحمد حنا عشنا بها ودوزنا بها اوقات ال... أو زوينه وعشنا بها كبرنا وليداتنا ولحد الان الحمد لله باقا عاطيانا قيمه وبقى عايشين بها وبشرفنا ولله الحمد لله الشكر لا مقارنه اليد مع الماكينه الماكينه عندها قيمه ديالها كاينين الناس دابا عندك عندي كليان ما تيخدموش الماكينه ما تيلبش لي البياسات الماكينه نهائيا تيخدم بياسات اليد ما تي ما ترتاحش في الماكينه تيلبسها مجرد ما تيلبسها تيقول لك تنحس بشي حاجه ناقصه لو تعود على اللي تخدمه وخدمه اليد عندها إنها تطلع الثمن غالي وفيها الوقت ديالها باش عاود تخدم بياسه ديال ديال الماكينه غتشدك 3 ايام ولا ديال اليد غتشدك 3 ايام ولا 4 ايام ديال الماكينه راه في النهار ديالها غتوجد يعني هذا هو هذا هو الفرق اللي كي اللي كيفرق الماكينه الاتقان عاوتاني الاتقان الماكينه راه ماشي هو ديال ديال اللي دانا اللي درا الخدمه ديالها متقونه انا يعني نعطيتك ها مثال دابا الا شدينا جلابه ديال البرش مع مخدومه باليد قارناها مع جلابه مخدومه بالماكينه راه غتلقى الفرق كبير ما بين جلابات اليد وجلابات الماكينه هذا هو هذا هو الفرق اللي اللي كاين ما بينهم اما هو في اللبس اللي ما تيعرفش راه غادي يلبس بحال بحال راه يقول لك جلابه جلابه ولكن اللي هو واقي راه غادي يميز ما بين الجلابه ديال اليد وجلابه الماكينه. حاليا شنو الاقبال؟ الاقبال الماكينه بزاف الناس بالنسبه للناس الله يحسن العوان يعني كاين واحد الانسان تيقول لك انا غنخدم جلابه مثلا ديال البرشمان ب 600 درهم ولا بـ ولا ب 700 درهم غنخدمها بالماكينه ب 250 درهم ولا 200 درهم. هذا هو دول... تيقول لك لا ما نمشي ندير هذيك ولكن كاينين قلت لك الناس اللي ما تيحلبش اللي لبسات الماكينه انا عندي دابا ناس كليان كنتعامل معاهم تقريبا فاش نزلت فاش حطيت رجلي في اسفي باقي الان ما تيخدم ما عمرهم خدموا عندي الماكينه تيخدموا بياسه ديال اللي يعني ديال اللي تلبس ما تيرتاحش في الماكينه يقول لك الماكينه انا ما نلبسهاش <applause> دابا هذا هو الاشكال اللي كاين ديال هذه الرساله اللي اللي, اللي بغيت نوصل لان يعني انا دابا الشباب ديال دابا ما بقاوش ما بقاوش كيتعلموا الصنعه ديال اليد دي. انا نعطيك مثال دابا كنجيبوا واحد تيدير الفينيسيو ديال الماكينه نعطينا جلبتنا ويفيني ليك بياسات الماكينه كيف ما بغيتي بالعقاد بالدرس اللي عجبك ولكن باش يخدم لك بياسه ديال اليد اربع و ثيره ولا سفيفه ولا د ما يعرفش يخدمها وكاينين معلمين دابا اللي دايرين حوانت خدامين ما تيعرفش يخدم البياسه ديال اليد تيخدم بالماكينه و تيفيني بالماكينه اما باش يخدم لك بياسه ديال اليد ما كاينش ودابا لو, لو بغيتي صنايعي ديال اليد اللي يخدم معاك دابا انا لو بغيت صنايعي اليد ما نلقاش دابا انا باقي معايا الدراري الاولين اللي, اللي كانوا الاولين تيخدموا معايا مده سنين هما اللي باقي كنتعامل معاهم دابا الشباب دابا شكون اللي باقي يتعلم منك ليدا ما كاينش اللي يتعلمها واش باقي الدراري دابا كتهضر مع غير كتسخرو وما تيتسخرش ليك هذا اللي غادي يصبر معاك حنا صبرنا كلينا العصا وصبرنا في الحرفه كنا تناكلوا العصا والمعلم ما تنقدرش انا كنت في الدار البيضاء خدام مع المعلم كيسخرني حتى لدرب السلطان كنطلع على رجلي من المدينه القديمه احترام للمعلم كنمشي نسخر لي السخره ديالو هو ونرجع على رجلي ولا ما عطانيش فلوس طاكسي ما تنشدهاش وصابر باش كنتعلم الحرفه دابا الدراري ما بقاوش كيتعلموا ما بقاش يصبروا هذا هو هذا هو الاشكال هذا هو الاشكال اللي كاين دابا حاليا ويجي واحد الوقت ما بقاوش صغيعين يتليد هو <applause> واحد واحد المثال كان تيقولوا لنا المعلمين ديالنا تيقول لك الحريف سيرتو الخياط فاش تيكون جالس القشابه ديالو قصيره ملي تيكون جالس راه مغطيه راه ساتره تيوقف راه عريان يعني, يعني مجرد ما تيحط البياسه ما يبقاش يخدم الرزق ديالو ما حدو تيخدم راه تيجيب رزقو فين يريح فين كي نرزق على الله سبحانه وتعالى ولكن فين كاين نريح راه صافي ما كيبقاش ما تيخدم بيديه راه تيجيب طريف الخبز تيوقف راه صافي كاس خاص التفاته التفاته كبيره ماشي الا صراحة خاص التفاته في بزاف الحوايج التغطيه الصحيه التقاعد في واحد الدعم ولا غير يعني على الاقل بالنسبه للضريبه بالنسبه للحريفيه الخياطه ولا الصناعيه يعني بصفه عامه يعني خص تكون واحد التفاتة من الدوله يعني ان يعني الصناعه الصناعه التقليديه راه هي الركيزه ديال البلاد يعني ان الاقتصاد ديال البلاد راه هي الصناعه التقليديه دابا الا جينا نعطيك مثال كانا خياط دابا غنخيط جلابه راه شحال الناس غياكلوا معايا فيها طريف الخبز غادي نمشي عند مول الحرير غادي يعني تا هو مسكين راه تيبيع ويشري في الحرير وبلاد هذا راه رزقوه غير معايا انا ومع و... مع خياط اخر ديال ما روش معنا حنا راه ما غاديش ي... غادي ياكل معايا هو شويه ديال الخبز غنمشي عند مولات العقاد حتى هي مسكينه كترجع يجي عندها حيات يجيب لها عقيدات باش كتاكل تصور معها حتى هي طريف الخبز باش تعيش وليداتها مولات السورجي غادي شويه حتى هي باش تحرك مول المصبانه غادي يدي شويه مول الماكينه مول الفينيسيو يعني ديك البياسه في فيها شحال من الناس كياكلوا فيها طريف الخبز هنا يعني انا فاش كنقول لك بان الصناعه التقليديه راه عندها واحد ال... واحد ال... ديال عندها راكي تي... واش غنقول لك القيمه ديالها في البلاد يعني بزاف ديال الناس عايشين من الصناعه التقليديه انا عطيت كمثال يعني بياسه وحده شحال الناس غياكلو ياكلوا الخبز انا دابا شحال من واحد غادي ياكل معايا طريف الخبز من المصبانه ولا التعقاد اللي تيبرم اللي تيخيط الماكينه اللي تيدير الفينيسيو انا كل واحد غيدي شويه ماشي غير بوحدي انا اللي اللي غنشد هذيك البياسه نعيش بها بوحدي هنا فاش كنقول لك بان الصناعه التقليديه خاص الدوله تاخذ بعين الاعتبار هذه المساله هذه ودير وت... شح... شي شي حل مع مع الحريفيه مع الصناعيه بس... الصناعه الصناعه التقليديه كلها هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل وفي خلاصه الحمد لله تنشكروا لنا الصناعه الله يعمرها دار شرفها عطينا قيمه في البلاد الحمد لله كنقضيو اغراض ديالنا بفضل هذه الصناعه بفضل الله سبحانه وتعالى وهذه الصناعه عرفنا على ناس زوينين عشنا بها كبرنا بها الوليدات ولله الحمد هذا هو هذا هو وكنشكركم بزاف كنشكروا الطاقم ديال قناه اشواق على هذه الزياره الكريمه ورمضان مبارك سعيد ونتمنى ان شاء الله يدخل يخرج علينا بالصحه والسلامه وبالرزق والتيسير اشترك الان في قناه اشواق تي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة